حارس مرمى بولتن الانجليزي. ملعوبه العماني يعني على وضع واحد، بمعنى الكل قريب من ناحيه الاعمار، من ناحيه الدرجات، يبدو لي كدرجة الشباب ثم الأول، وقبل كذا كان في الناشئين. عموما المنتخب العماني منتخب رائع، منتخب جميل، منتخب عنده هدفين بكل تأكيد. اللعبة الطويلة من أحمد المعمري، طبعا بلا شك غابت عالميا بعد 82، لم تصل ابدا الى 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 كاس العالم. اتمنى عودتها ان شاء الله في ظل المسؤولين وفي ظل تعاون الجميع. الجمهور الكويتي يبحث عن الوصول، يبحث عن 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 حضور للكره الكويتيه، يريد ان يكتحل بجمال ذلك. هذه كره في وسط الملعب لفريق ظفار العماني ب10 لاعبين الى هاني الضابط صاحب الهدفين، ويعتبر هو اللاعب الهداف للفريق الان. عنده تمر سنين وسنين حتى يطلع ويظهر جيل مثل هذا الجيل. اتمنى توفيق الكره الكويتيه، كره جميله وكره رائعه. الحين الثاني، الشوط الثاني الان، و2-2 الاثنين، تعادل بين السلميه وبين ظفار. تلعبت على طول اورتيغيس حسن الحضري، الضابط يلعبها بعقل بشكل جميل الى احمد سالم. الهجمه لفريق ظفار العماني على اليمين فاضي، حيلعب ليوسف شعبان بحركه جميله جدا، ياخذها وان تو برجل واحده وبيحاول يمرر، مقطوعه لا زالت عند الحضري.